أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن السد أمام مجلس الأمن، وواشنطن تقول إنها ليست متأكدة. ولي العهد السعودي يستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. الأطراف الليبية تفشل في التوقيع على إعلان بوزنيقة رغم حديث عن توافقات ليبية مهمة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بطلب روسي أوكراني لمناقشة أزمة تفجير سد كاخوفكا في خرسون جنوبي أوكرانيا. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث قال إن 40 بلدة غمرتها المياه في خرسون جراء تفجير السد. وأضاف جريفيث في كلمته إن الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور بسبب تفجير سد كاخوفكا، محذرا من أن انخفاض منسوب المياه في السد سيؤثر على محطة زاباروجيا النووية. من الواضح أن التبعات ستكون مدمرة على آلاف الأشخاص في جنوب أوكرانيا وعلى جانبي خط المواجهة، فهم محرومون من السكن والغذاء والمياه الصالحة للشرب، وآخرون خسروا حياتهم. المياه التي كانت وراء السد كانت مصدر حياة للمنطقة، ليس فقط في خيرسون ولكن أيضا في زابوريجيا ودنيبرو. والسلطات الأوكرانية أعلنت أن 40 بلدة غمرت بالمياه بشكل كامل أو جزئي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم. من جهته اتهم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الجيش الأوكراني بتدمير سد كاخوفكا من أجل الحصول على مكاسب عسكرية، مؤكدا وجود العديد من المواطنين الذين لابد من إجلائهم فورا من المناطق المحيطة بالسد. في اليوم الماضي قامت حكومة كييف بارتكاب جريمة، وهي تدمير المحطة الكهرومائية والسد على نهر دنيبرو. هناك ملايين الناس الذين سيتضررون، ولا بد من إجلائهم فوراً بسبب الفيضانات. هناك أضرار هائلة، خاصة ما يتعلق بالقطاع الزراعي. الجيش الأوكراني يسعى منذ مدة لتدمير هذا السد للحصول على منافع عسكرية، وهذا ما كانت قد أشارت إليه واشنطن بوست العام الماضي. في المقابل اتهم مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة روسيا بتلغيم سد كاخوفكا، مؤكدا أن الأمر تم التخطيط له مسبقا. تمت مناقشة الهجوم الإرهابي على السد في وقت سابق على التلفزيون الروسي وفي وزارة الخارجية الروسية، ما يؤكد أن الأمر تم التخطيط له مسبقا. روسيا سيطرت على السد لأكثر من عام، لا يمكن تفجيره من الخارج عن طريق القصف. القوات الروسية قامت بتلغيمه ثم تفجيره. قالت الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة من هوية الطرف المسؤول عن تفجير السد في أوكرانيا، لكنها استبعدت أن تفعل أوكرانيا ذلك بشعبها وأرضها، وذلك في الوقت الذي تبادلت فيه كييف وموسكو الاتهامات في الأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن الكارثة. سد نوفا كاخوفكا يقع على نهر دنيبرو على مسافة 30 كيلومتراً من مدينة خيرسون، بني في عام 1956، يعد جزءاً من محطة كاخوفكا الهيدروكهربائية. ارتفاعه يبلغ 30 متراً، يحتوي خزانه على 18 كيلومتراً مكعباً من المياه. سيطر عليه الروس مع بداية الحرب في فبراير 2022. أهميته تكمن في أنه يمد شبه جزيرة القرم وجنوبي أوكرانيا بالمياه، ومياهه ضرورية لتبريد محطة زابوريجيا النووية. حدث وضرب سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، ويحدث أيضاً أن المياه تغمر ما في طريقها، وفي طريقها تتبادل موسكو وكييف الاتهامات. الرئيس الأوكراني سارع إلى إلقاء اللوم في الهجوم على من وصفهم بالإرهابيين الروس، ودعا إلى طرد روسيا من أوكرانيا.
واتهمت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية القوات الروسية بتفجير السد. مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية اعتبر تدمير السد جريمة حرب جديدة وتشكل تهديدا لمحطة زاباروجيا النووية وتهديد آلاف السكان جنوبي خيرسون. أما عمدة مدينة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا اتهم القوات الأوكرانية بقصف السد في المدينة، فيما رجحت السلطات المحلية الموالية لروسيا أن القصف تم براجمات صواريخ. لكن من المستفيد؟ يقول الجيش الأوكراني إن هدف روسيا من استهداف السد هو تعطيل العمليات الهجومية بزيادة منسوب نهر دنيبرو، ما يصعب العبور للضفة التي تسيطر عليها روسيا، في حين يقول الكرملين إن أوكرانيا تعمدت استهداف السد لقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم والتغطية على فشل هجماتها المضادة الأخيرة. وفيما فتحت روسيا تحقيقا جنائيا بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا، دعت أوكرانيا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ بشأن ذلك أيضا. دعا أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أطراف الصراع في أوكرانيا إلى ضمان أمن برك مياه التبريد في محيط منشأة زاباروجيا النووية بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا الذي يؤمن المياه للمنشأة النووية. رد سفير روسي في فيينا على غروسي عبر العربية وقال إن الطلب من روسيا بأن لا تعرض أمن البرك للخطر سخيف، وأن روسيا لا يمكنها تعريض أمن منشأة خاضعة لسيطرتها للخطر. لم يمض يوم على تحذير أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن القتال المتزايد في محيط منشأة زاباروجيا يجعل تأمينها مهمة صعبة، حتى استفاق غروسي على خبر تفجير سد نوفا كاخوفكا الذي يؤمن مياه التبريد للمنشأة. غروسي الذي سارع لإحاطة مجلس المحافظين بتبعات ذلك على المنشأة النووية قال إن مياه التبريد من خزان السد ستتوقف بعد أيام، ولكنه تحدث عن بدائل تؤمنها برك تبريد مجاورة للمنشأة النووية تكفي لبضعة أشهر. من الضروري أن تظل برك التبريد سليمة، يجب ألا يحصل أي شيء يعرض سلامتها للخطر، لذا أدعو جميع الأطراف إلى ضمان عدم القيام بشيء لتقويض سلامتها، العواقب يمكن أن تكون خطيرة. السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي أراد الاحتفال بيوم اللغة الروسية في مقر الأمم المتحدة في فيينا وجد نفسه مضطراً للتحدث بالإنجليزية وليس بالروسية كما أراد، للرد على دعوة غروسي جميع الأطراف تأمين برك التبريد. لا يحتاج الأمر قول إن كل الجهود ستبذل لتأمين الأمن النووي، والقول إن روسيا تعرض منشأتها النووية للخطر هو أمر سخيف. نحن أسسنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كنا من الدول المؤسسة، وبالطبع دائما نتعاون مع الوكالة ونتوقع أن تتعاون الوكالة معنا. وفيما تراقب الوكالة تأثير تفجير السد على محطة زاباروجيا دقيقة بدقيقة، كما قال غروسي تحشد أوكرانيا هنا أيضاً داخل مجلس المحافظين لردود دولية تدين روسيا التي تتهمها بتدمير السد. فور انتهاء أعمال مجلس المحافظين هنا نهاية هذا الأسبوع سيتوجه غروسي فوراً إلى منشأة زاباروجيا في زيارة كان مخططاً لها مسبقاً، ولكنها الآن باتت أساسية كما قال في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل يخشى أن يتسبب بكارثة نووية. راغدة بهنام، العربية، فيينا. اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في جدة، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما استعرضا أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
صدر بيان من الخارجية الأمريكية يؤكد قوة العلاقة بين الرياض وواشنطن الممتدة لأكثر من 80 عاما. وأشارت الخارجية في بيانها بأن العمل على ضمان الأمن الإقليمي يعد أحد أسس العلاقة مع السعودية. العلاقات السعودية الأمريكية 8 عقود من الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا. بحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن السعودية والولايات المتحدة تجمعهما علاقة استراتيجية ممتدة لأكثر من 80 عاما، حيث يعد العمل على ضمان الأمن الإقليمي أحد أسس العلاقة مع الرياض. وتعزز العلاقة مع الرياض أمن الخليج والقدرة على ردع أي تهديد لأمن المنطقة. وقالت الخارجية الأمريكية إن هناك التزاماً بتعزيز الشراكة الأمنية مع الرياض عبر دعم البنية الدفاعية الجوية والتدريبات المشتركة. وتعمل السعودية والولايات المتحدة على حل أزمة السودان وحماية المدنيين وتمكين وصول المساعدات. كما دعمت السعودية الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في خفض التصعيد وإحلال السلام في اليمن. ورحبت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذتها السعودية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار. دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، دعا إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها شريكا اقتصاديا مهما وأمنيا أيضا لواشنطن. أقل ريش على تويتر إنه على مدى 80 عاما كانت السعودية شريكا مهما في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تأخرت في تعزيز التعاون مع المملكة. كشفت مصادر العربية عن عودة المحادثات غير المباشرة بين الجيش السوداني والدعم السريع بتسهيل من السعودية وأمريكا في جدة. وتركز أجندة المفاوضات على الترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار، كما انخرط كل وفد في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار. وأوضحت مصادر العربية أنه لم يتم طرح أجندة جديدة في هذه الجولة. في الأثناء، أفاد مراسل العربية باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلا بالخرطوم. كانت الليلة الماضية شهدت قصفا بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي وأطلاق نار متقطع جنوبا مع تحليق المقاتلات. وتعرضت أحياء شرق الخرطوم أمس لقصف عنيف بالمدفعية والطيران بحسب شهود عيان، في حين أبلغ سكان في محيط مقر قيادة الجيش بتعرض عدد من المنازل لقصف عشوائي استمر حتى فجر اليوم. يعيش إقليم دارفور أوضاعا مأساوية بسبب القتال الدائري في السودان، الأمر الذي دفع حاكم الإقليم مني أركوم ناوي إلى إعلان دارفور منطقة منكوبة تحتاج للمساعدة. بعد أكثر من 50 يوما من القتال في السودان، لحقت بإقليم دارفور أضرار عديدة تمثلت في اللجوء والتشريد لعدد كبير من المواطنين بهذا الإقليم. حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي أعلن بأن إقليم دارفور يحتاج لمساعدات عاجلة، وبأن هذه المنطقة من السودان تعتبر منطقة منكوبة، لذلك تحتاج إلى التدخلات العاجلة في أقرب وقت. والله بنطالب وبنناشد المنظمات الإنسانية والخيرية أنها تجينا راجعة زي ما قالوا، تقدم يد العون، لأنه في ناس عانت بجد بالذات في موسم الخريف ده، ونحن بألوف عندنا في شهر 9 وشهر 5 و4 والفصول هي فصول الخريف دي، يعني في بيكون ركود اقتصادي صعب جدا يعني. والمنظمات دي بتساهم مساهمة كبيرة لو جاءت وبتساعد في حل مشاكل كثير من البيوت يعني. والله القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع خلف نزوحا كبيرا بإقليم دارفور، فقد تضررت مراكز إيواء خاصة بالنازحين بغرب دارفور، تضرر معسكر نيفاشا وكساب بشمال دارفور كمناطق يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها، مع ما تشهده من قتال يومي وانعدام في السلع الأساسية. وتحول الصراع في بعض المناطق بهذا الإقليم إلى صراع الكل ضد الكل، مما خلف جرائم
كثيرة جدا وتعتبر كارثية بالنسبة للإنسان. الآن الموية الواحد يمشي بيت في الدونجي أو يجيب صف من الصباح لحد الأصر عشان يجيب برميل بتاع موية وينتهي اليوم الثاني، يعني معاناة لدرجة أكثر من كده. وبعدين المأكل والمشرب في ناس كثير حيكون شغال رزق اليوم باليوم في السوق، والأسواق هما شغالة. والله الأسعار دي مبالغة فيها، يعني أسعار يوميا يعني في اليوم ممكن يزيد حاجة مرتين. عندك مثلا الجاز أول أمس ب 375 البرميل، يعني الفترة الصباحية، لما بقينا الفترة من الساعة بقى ب 400، أمس الصباح ب 500، هسي ب 550 برميل الجاز. يعني شوف أسعار غيالي. كما امتدت رقعة الصراع لتشمل مناطق من جنوب دارفور وأيضا محليات تتبع لشمال دارفور من ضمنها محلية كتم، الصراع أيضا أثر على حركة الطرق بين المدن المختلفة هنا في إقليم دارفور، كما أنه ساهم مساهمة كبيرة في عدم إيصال المساعدات الإنسانية من بورت سودان إلى دارفور. صالح أبو علامة، إغناتي العربية والحدث، إقليم دارفور، غربي السودان. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رئيسة وزراء إيطاليا تقول إن بلادها ستضخ 700 مليون يورو في تونس لدعم القطاعات الحياتية. أهلا بكم من جديد. فتحت السفارة الإيرانية في الرياض أبوابها بحضور مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون القنصلية علي اليوسف ونظيره الإيراني، إضافة إلى القائم بالأعمال الإيراني في السعودية حسن زارنكار. وشمل الاحتفال رفع العلم الإيراني في السفارة وعددا من الكلمات للمسؤولين الإيرانيين. وحضر الاحتفال أعضاء السلك الدبلوماسي في السعودية من دول خليجية وعربية وغربية. إعادة افتتاح السفارة تأتي بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية. قالت وزارة الخارجية السعودية أن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي بحث مع نظيره الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بكاديلي تكثيف اللقاءات التشاورية وسبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. في مقابلة مع العربية أكد حسن زارنكار القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الرياض أن إعادة افتتاح السفارة أمر إيجابي، مؤكدا على ضرورة عودة العلاقات لما له من منفعة اقتصادية وتجارية للبلدين والمنطقة. عودة العلاقات بين الدولتين السعودية وإيران ضرورية للمنطقة، نرى أن عودة العلاقات ضرورية ومستقبل العلاقات بينهما مشرق، وسيتم توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية المتبادلة بين البلدين. وبشكل عام عودة العلاقات أمر إيجابي ويعود بالنفع على المنطقة أجمعها. فشلت الأطراف الليبية في التوقيع على إعلان بوزنيقة بشأن الانتخابات الليبية، فيما توقع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن يتم التوقيع على الإعلان خلال أيام، مشددا على أهمية أن تواكب هذه التفاهمات إرادة سياسية حقيقية لتنظيم الانتخابات وإقامة مؤسسات الدولة. اليوم هذه محطة مهمة في مسار البحث عن حل الأزمة الليبية، محطة مهمة لأن هذا الحوار مكن من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في شقها الرئاسي وفي شقها التشريعي البرلماني. هي محطة مهمة ويمكن تكون محطة حاسمة إذا تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات.
هذه القوانين التي صدرت يعني تتسم بالنقاط الآتية. أولا هي قوانين لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، هي قوانين تتسع لتشمل كل شخص، والشروط التي وردت فيها بالإمكان أن يدخل في العملية الانتخابية أي شخص، لا تتسم بالتفرد والإقصاء. الأمر الآخر أنها أوسعت المجال للأحزاب السياسية وأتاحت الفرصة لهم بعد أن كانوا بعيدين عن هذه العملية، وأصبحوا لهم دور أساسي في المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا إنجاز يحسب لها. أيضا حافظت على مشاركة المرأة بشكل فاعل سواء في مجلسي النواب أو في مجلس الشيوخ وفق ما نص على ذلك الإعلان الدستوري في تعديله 13. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن بلادها ستضخ 700 مليون يورو في تونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية. وعقب اجتماعها مع الرئيس قيس سعيد أكدت ميلوني أنه يجب انتهاج مقاربة واقعية تمكن تونس من الحصول على فرص للتمويل الدولي. في اليوم الرابع عشر من الإضرابات العامة في فرنسا ضد قانون التقاعد انطلقت المظاهرة الرئيسية في باريس، حيث بدأت التجمعات في ساحة قريبة من الجمعية الوطنية. وقد أعلنت السلطات الفرنسية عن نشر ما لا يقل عن 11,000 عنصر من قوات الشرطة والدرك لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد بدعوى من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أثار في الفترة الماضية موجة غضب عارمة. نشر الإعلام البريطاني أن مجموعات بريطانية كبرى مثل بريتش إيرويز وبي بي سي تعرضت لهجوم إلكتروني واسع تم خلاله سرقة بيانات آلاف المواطنين. وكان هذا الهجوم مرتبط بمجموعة روسية تدعى كلوب متخصصة في الجرائم المعلوماتية بحسب صحيفة ديلي تيليغراف. من جهتها أعلنت بي بي سي أن البيانات المسروقة تضمنت أرقام تعريف الموظفين وتواريخ الميلاد وعناوين المنازل وأرقام التأمين الوطني. أدلى الأمير هاري نجل الملك تشارلز الثالث بشهادته في المحكمة حول اتهاماته بشأن خرق ناشر صحيفة ميرور لخصوصيته. هذه أول إفادة لأحد أعضاء العائلة الملكة في المحكمة، ليس كشاهد فحسب بل أيضا كصاحب دعوى لمقاضاة صحيفة. تغطية إعلامية كبيرة لمعركة الأمير هاري القضائية ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور وادعائه خرق خصوصيته في حملة لفضح مخالفات الصحافة الشعبية البريطانية من أجل إنقاذها كمهنة وفق زعمه. الأمير هاري هو أول أفراد العائلة الملكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ 130 عاماً. وبعد أداء القسم استهل محامي دفاع مجموعة صحف ميرور أندرو جرين بسؤال الأمير هاري فيما يتعلق مقالات قال إنها تستند إلى مواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. عداؤه للصحافة كان واضحا في الرد على أسئلة هيئة دفاع الصحيفة من رمي اللوم عليها في الحادثة التي أودت بحياة والدته ديانا إلى ما عاناه من اضطراب مع عائلته وأصدقائه من خلال جمع معلومات لمقالتها عن طريق الخداع وأنشطة غير مشروعة، متسائلا عن علاقة أموره الشخصية بالمصلحة العامة التي شكلت كيف ينظر إليه من قبل عامة الناس. الأمير هاري ليس شاهداً فحسب بل إنه أيضاً المدعي في هذه القضية، وما يجعلها محاكمة ضخمة. إنه أحد أفراد العائلة المالكة وابن الملك تشارلز يخوض معركة قضائية ضد أحد أكبر ناشري الصحف في بريطانيا. يوم ثان من التدقيق في مضمون ادعاءات الأمير هاري مبرمج في جلسة المحاكمة التاريخية، لكن قرار الحكم النهائي في قضيته سيتطلب سنوات. لقناتي العربية والحدث، مصطفى زارو، لندن. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن السد أمام مجلس الأمن، وواشنطن تقول إنها ليست متأكدة.
ولي العهد السعودي يستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. الأطراف الليبية تفشل في التوقيع على إعلان بوزنيقة رغم حديث عن توافقات ليبية مهمة. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.